مساكم الله بالخير والسعادة. اليوم موضوعنا عن النوم، واللي يعد من أساسيات عمليات الاستشفاء العضلي والمحافظة على تركيبة وأعضاء الجسم بشكل عام. طيب، كيف يحدث النوم؟ المسؤول عن النوم هي غدة صماء تسمى الغدة الصنوبرية، وموجودة في منتصف الدماغ، وهي مسؤولة عن عدة وظائف في الجسم. من أهم الوظائف هذه المحافظة على الساعة البيولوجية للجسم، اثنين المحافظة أو محاربة الشيخوخة، الثالثة والأهم من هذا كله إفراز هرمون الميلاتونين اللي هو هرمون النوم. طيب، نبغي نعرف متى يبدأ فرز هالهرمون ومتى يتوقف. طبعا لأن الغدة هذه مسؤولة عن الساعة البيولوجية للجسم، فهي تستشعر النهار من الليل، وأول ما يبدأ الغروب أو الليل تبدأ الغدة هذه بفرز هرمونها ويتوقف عند شروق الشمس. فبالتالي كل ما نمت بوقت مبكر، كل ما استفدت من هذا الهرمون بطريقة أكبر وأكثر، وكل ما زادت عندك عمليات الاستشفاء في الجسم والمحافظة على جسمك بشكل عام. فلذلك تلاقي بعض الأحيان الناس اللي يسهرون أشكالهم مبينة أكبر من أعمارهم. ليش؟ لأن هرمونات الغدة الصنوبرية هذه ما تنفرز عنده بشكل كبير، فبالتالي أثرت على عوامل الشيخوخة عليه. طيب، لو جينا نعرف شو الأشياء الثانية اللي ممكن تعرقل هرمون الميلاتونين هذا وإفرازه، من أول العوامل اللي هي عوامل الأجهزة الإلكترونية اللي هي ذبذبات الهواتف الذكية أو التلفاز قبل النوم بشكل مباشر. الشيء الثاني عدم تعتيم مكان النوم، أي إضاءة ممكن تكون في مكان النوم الجسم يستشعرها على أنها نور، وممكن أن يقل إفراز هرمون الميلاتونين هذا. فكل ما زادت عتمة المكان اللي نايم فيه الشخص، كل ما زاد نسبة إفراز الهرمون ودخوله في الديب سليب اللي هو النوم العميق. طيب، الشيء الثالث شرب الكافيين أو المنبهات أو أكل السكريات بشكل كبير قبل النوم، أو أكل المأكولات اللي تحتوي على دهون عالية قبل النوم، أيضا يؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين ويقلل من دخول الشخص للنوم العميق. وفي بعض الأحيان، الله يبعد عن الشر، الله يبعد الشر على الجميع، في بعض الأدوية ممكن تسبب الأرق أو تسبب اختلال هرمونات في الجسم للأشخاص المرضى، أيضا يؤثر على هرمون الميلاتونين، وتتوقف الحالات هذه عندهم عند ترك الأدوية هاي أو الانتهاء من فترة العلاج. فبالتالي يفضل أن احنا نذهب إلى السرير أو نروح للنوم بوقت مبكر لجل نستفيد من الهرمون هذا، نترك الهواتف الذكية أو نترك الأجهزة الإلكترونية بفترة مناسبة قبل النوم. أيضا لازم نقوم بتعتيم المكان هذا بشكل مناسب لجل أن احنا نستفيد أيضا من الهرمون هذا، ونحافظ أيضا على أكلنا يكون صحي وقليل من السعرات الحرارية وقليل من السكر العالي والدهون قبل النوم، لجل أن ندخل في النوم العميق ونستفيد من هرمون الميلاتونين هذا، ونستفيد من أداء الغدة الصنوبرية بشكل جدا مناسب وكبير. أتمنى للجميع الصحة والسلامة، وأتمنى لكم نوم سعيد وأحلام سعيدة.